على إثر اطلاعي على الفيديو في المواقع الاجتماعية يوم السبت ليلا، جنة الطاقم بالمديرية الإقليمية يوم الأحد، واتصلت بمدير المؤسسة للتأكد من الحالة، وقمنا بإصدار بلاغ يوم الأحد بالتنسيق مع المديرية الإقليمية المدير الأكاديمية الجهوية، وقمنا بإحداث اللجنة اللي قامت بزيارة للمؤسسة يوم الاثنين صباحا للوقوف على الحالة وإعداد التقرير. السيد الوزير قام بتشكيل لجنة على رأسها السيد المفتش العام اللي قامت بزيارة يوم الاثنين كذلك للوقوف على الحيتيات ديال الحالة، وطبيعة الحال هما في إطار إعداد التقرير ديالهم الذي سيرفع إلى السيد الوزير. الحالة بطبيعة الحال حسب الفيديو كاين فيه عنف اللي هو مرفوض، لأن المذكرات الوزارية ولا التعليمات ديال الوزارة بطبيعة الحال تترفض العنف من أي طرف كان داخل الفضاءات المؤسسات التعليمية من أي جهة كانت، سواء بين التلاميذ أو من تلميذ الأستاذ أو الأستاذ تلميذ أو لا ما بين الإداريين. بالتالي هذا سلوك مرفوض بطبيعة الحال، لأن النيابة العامة اعتقلت الأستاذ يوم الأحد وهو مزاره الاعتقال في المسطرة هي جارية، وبالتالي واخذ المسار ديالها العادي. التلميذة احنا في بحكم مسؤوليتنا احنا نقوم بصلح يعني اصلاح الوضع بالمتابعة والمواكبة النفسية والدعم التربوي باش التلميذة تتم الموسم الدراسي ديالها في ظروف صحية وعادية. نحن إدارة وبطبيعة الحال القضاء لا ما يمكن ليناش ندخلوا فيه ولا ندخلوا في البحث المرتبط بهذه القضية هذه، وبالتالي ما عندناش الحق باش نتكلموا ولا ندخلوا في هذا الموضوع في هذا الجانب هذا. احنا الجوانب التربوية اللي كيهمنا هي السير العادي ديال المؤسسة. قمنا بلقاء مع السادة الأساتذة والإداريين ديال المؤسسة، كذلك اللقاء مع جمعية الآباء باش نضمنوا السير عادي ديال المؤسسة، لأن المؤسسة فيها أكثر من 1400 تلميذ وطاقم ما بين إدارة وهيئة التدريس ديال 75 موظف، خاصة تكون الأجواء عادية باش نتموا السنة الدراسية في ظروف صحية وجيدة. كذلك المهمة الثانية ديالنا هي التلميذة، خاصنا نوفروا لها الظروف باش تكمل الموسم الدراسي ديالها والامتحانات في ظروف صحية وعادية. بالنسبة للأستاذ، مادام الملف دخل المسطرة ديال القضاء فليس لنا الحق بأن نتدخل بأي شكل من الأشكال.